رحب بقالة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان في قمة الرياض اليوم بإطار التعاون بين مجلس التعاون ورابطة الآسيان لفترة ما بين 2024 إلى 2028، الذي يحدد تدابير وأنشطة التعاون التي ستنفذ بين الجانبين على نحو مشترك في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يعود بمنفعة متبادلة بما في ذلك الحوار السياسي والأمني والتجاري والاستثمار والتواصل بين الشعوب والتعليم والثقافة والسياحة والإعلام والرياضة. غسان إبراهيم، باحث في شؤون الشرق الأوسط. اليوم اختتمت قمة الرياض بين مجلس دول التعاون الخليجي ورابطة الآسيان، حدثنا عن مخرجات هذه القمة. بالتأكيد كقمة تاريخية الأولى من نوعها تظهر مدى الاهتمام الثنائي سواء من الطرف الخليجي التوجه نحو الشرق، وأيضا اهتمام الدول الآسيوية وآسيان تحديدا بالقدوم إلى المملكة العربية السعودية وإلى مجلس التعاون الخليجي لنظرا لما تشاهده من نهضة عمرانية، تطور اقتصادي كبير، وبنية تحتية ضخمة كبيرة يجري العمل عليها. كل هذا يجعل الطرفين بإمكانهم أن يعملوا معا في قطاعات متعددة، اقتصادية، في الاستثمار في مجالات متعددة، والطاقة النظيفة أيضا، وقطاع التكنولوجيا. نلاحظ اهتمام مشترك بين هذه الدول للعمل نحو مستقبل جديد يخدم هذه الاقتصاديات، وخصوصا أن اقتصاديات المملكة ومجلس التعاون الخليجي ودول آسيان تعتبر تحقق نسب نمو عالية جدا مقارنة بكثير من الدول الغربية التي لم تحقق مثل هذه النسب. فبالتالي التعاون يفرض نفسه ويحقق، يفتح الأبواب حقيقة أمام المستثمرين ورجال الأعمال، وتكون خطوة أولى نحو مشوار طويل سوف يكون فيه فائدة على كل هذه الأطراف. شكرا جزيلا. يا هلا. كما أشرنا وكما أشرت سابقا بأن هناك تكامل على الجانب أيضا السياسي والجيوستراتيجي، ورأينا كان بيان من أحد بنود بيان القمة هو التطرق إلى قضية الفلسطينية وتوحيد المواقف بين دول رابطة آسيان مع دول منطقتنا ودول الخليج من مركزية القضية الفلسطينية. تجمع الاقتصاديات الموجودة في هذه الرابطة يعود بشكل إيجابي في حال وجود علاقات إيجابية ووثائق استراتيجية بين دولنا، دول التعاون وهذه الرابطة. لا شك بأن توثيق التكامل بين دولنا وهذه المجموعة سيعود بشكل إيجابي على دولنا في الجوانب الاقتصادية تحديدا، وكما قلت لك الإطار الأمني، ورأينا أيضا بأن هناك إطارا استراتيجيا خلال 4 سنوات يصب في هذه الزاوية. قمة الرياض الخليجية الآسيوية خرجت باتفاق سياسي موحد حول ما يحدث في غزة، في الجانب الاقتصادي خرجت بتوافق في جميع المجالات. عبد الحكيم شار، الرياض، صحيفة سبق.